انتقل مشاهدينا الاعزاء الى خبر اخر وهو متعلق بكورونا، حيث تراجعت حصيله الوفيات اليوميه المسجله جراء فيروس كورونا المستجد في ايطاليا الى عتبه 125 حاله خلال الساعات ال 24 الماضيه مقابل 218 وفاه في اليوم السابق حسب تقرير لوزاره الصحه الايطاليه بالامس. اعلنت الوزاره ايضا عن تسجيلها 4717 اصابه جديده بالفيروس التاجي خلال اخر 24 ساعه مقابل 5218 اصابه في اليوم السابق، فيما تماثل 12633 مريضا للشفاء. وبحسب النتائج الاخيره اصبح اجمالي عدد الاصابات بكورونا التي سجلت في ايطاليا منذ بدايه الجائحه 4,188,190 اصابه مؤكده، منها 125,153 حالة وفاة، في ثاني أكبر حصيلة ضحايا في أوروبا بعد المملكة المتحدة، وفي المركز السابع عالميا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا. الدكتور فؤاد عودة رئيس نقابة الأطباء في إيطاليا ورئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ينضم إلينا. أهلا بك دكتور فؤاد في هذه الحلقة من هذا الصباح. انخفاض في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا بحسب تقرير لوزارة الصحة الإيطالية بالأمس، يعني ما الذي يمكن أن نرجعه إلى هذا الانخفاض؟ هل مع ازدياد أعمال التلقيح أو تلقيح المواطنين في إيطاليا وبالتالي أعداد الإصابات في تناقص؟ تحياتي للجميع. حسب تحليل من ناحية طبية وصحية، النتائج الإيجابية في إيطاليا أسبابها اثنين: أول شيء الوقاية وجميع الإجراءات اللي كانت مشددة في آخر أشهر، وكان احترام كبير بالنسبة لهاي الإجراءات، وفي نفس الوقت مع حكومة دراجي الجديدة تغير أسلوب التطعيم واللقاحات، وفي عنا نسبة عالية هسه يعني باستمرار بالنسبة للتطعيم، أزيد من يعني عدد كبير من الأشخاص اللي أخذوا جرعتين وأخذوا جرعة، عشان هيك التطعيم أثبت إنه وسيلة مهمة لمقاومة كورونا فيروس، بس في نفس الوقت لا لازم نستمر بالوقاية والإجراءات الدقيقة. الأرقام اللي حضرتك ذكرتها ومهمة، إحنا بنشوف زي ما ذكرنا كثير في السابق مع تلفزيون إكسترا نيوز، إنه الأرقام اللي بتعافوا لما يقترب ويبدأ يزداد عن عدد المصابين هاي علامة إيجابية. في إيطاليا اليوم عدد اللي تعافوا إجمالا هو تقريبا 3,800,000، قريب كثير عن عدد المصابين. والرقم الثاني المهم في إيطاليا اليوم، نقترب عن 50 شخص مصاب من كل 100,000 شخص، وهذه العلامة المهمة اللي إيطاليا يعني بدها توصلها عشان تصير مناطق بيضاء. مناطق بيضاء معناته كل 100,000 شخص لازم يخضع مصابين أقل من 50 شخص. وإيطاليا من يوم الاثنين من غدا سوف تكون كل المحافظات مناطق صفراء. مناطق صفراء معناته فيش مناطق حمراء. بعدين المشير المهم انه قوة العدوي في ايطاليا الـ RT اصبح 0.78 بانخفاض كبير، والمشيرات الثانية انه انخفاض كبير في عدد الذين يدخلون الى المستشفيات وغرف الانعاش، وكان نجاح كبير لبروتوكول العلاج في البيوت وعدم الذهاب الى المستشفيات، لانه ينخفض عدد المصابين، واحنا بنعرف انه في المستشفيات للاسف الاصابات تزداد. طيب دكتور فؤاد، ما الذي يضمن عدم وجود موجه رابعه ربما في فيروس كورونا في ايطاليا بعد عمليات التلقيح، مع استمرار عمليات التلقيح في اوروبا او في ايطاليا كما في باقي الدول الاوروبيه؟ يعني في الموجات السابقه كنا نلاحظ صعود كبير في أعداد الإصابات، ومن ثم في عند حلول فصل الصيف أو انتهاء فصل الشتاء نلاحظ انخفاض في أعداد الإصابات والوفيات. ما الذي يضمن في هذه المرة ألا تعود إيطاليا إلى موجة رابعة لفيروس كورونا؟
أشكرك بالنسبة لهذا السؤال، وهو أهم سؤال اليوم والكل يناقش فيه في أوروبا، لأنه نفس الأرقام اليوم اللي إحنا بنعلق عليها يعني نذكرها كانت في السنة اللي فاتت. اليوم في عنا ضمانة أنه التطعيم أزيد، ونسبة الأشخاص اللي أخذوا اللقاح، ونتأمل بشهر 7 تكون النسبة أعلى بكثير. يعني اليوم وصلنا ل 16% من الأشخاص في إيطاليا أخذوا اللقاحات. السنة اللي فاتت كان عندنا الإصابات منخفضة، نفس الشيء الأرقام في المستشفيات في شهر 5 و6 في نفس المجال، بس ما كانش عندنا التطعيم وما كانش عندنا اللقاحات. عشان هيك يعني السبب انه بنبقى متفائلين وسوف لا تكون موجه جديده، على الاقل موجه مثل الموجات السابقه، لانه في عندنا اللقاحات والتطعيم، ولازم نعمل ب زياده نسبه التطعيم في ايطاليا وفي اوروبا وفي نفس الوقت في العالم. لانه اليوم نتكلم فقط عن التطعيم في اوروبا، زي ما ذكر رئيس وزراء ايطاليا دراجي في اجتماعه مع الاتحاد الاوروبي يوم السبت، لازم ان ندعم برنامج الكوفاكس وفي الدول الناميه والدول الفقيره. لانه هذه نقطة مهمة ونقطة لافتة دكتور فؤاد، فعلا المناعة الجماعية هي المهم لانحسار هذا الوباء في العالم بشكل عام. لا تستطيع أوروبا وحدها ولا الولايات المتحدة وحدها أن تمنع هذا الوباء عند تلقيح مواطنيها فقط دون أن تلقح أو دون أن توزع هذه اللقاحات على بقية الدول، دول العالم، لا سيما الدول النامية التي تعاني من وصول هذه اللقاحات إلى هذه الدول، برغم من وجود منصة كوفاكس وهي المنصة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لتوصيل هذه اللقاحات إلى الدول النامية. على أي حال، هناك طبعا سلالات جديدة وصلت إلى أوروبا، السلالة الهندية، ما هي أحوال هذه السلالة؟ هل انتشرت هذه السلالة في إيطاليا؟ ما وضع هذه السلالة؟ هل تم رصد أي من الإصابات المتعلقة بهذه السلالة في إيطاليا وما خطورتها؟ بالنسبة لإيطاليا، النسخة الهندية يعني كان مراقبة كبيرة في الطيران وكل المواصلات اللي كانت توصل من الهند، وفيش عندنا أرقام مهمة أو بارتفاع في عدد النسخات الهندية. ليش؟ لأنه إيطاليا تعلمت كثير من الأغلاط اللي صارت مع الصين. أولا توقيف كل الطيران اللي بوصل من الهند ومن الدول المجاورة، عشان هيك فيش يعني عندنا أرقام تسجل بالنسبة للنسخة الهندية، بالعكس من إنجلترا مثلا. إنجلترا لم تراقب بشكل شديد هذا، في للأسف آخر يومين ارتفاع بالنسخة الهندية. عشان هيك مهم بالنسبة للصيف، لأنه في السياحة وما السياحة والانتقال من دولة لدولة، وليس فقط في مجال الطيران، في مجال القطار ومجال السيارات ومراقبة الحدود ومراقبة السياح الذين قادمين من دول اللي في عندها نسخات جديدة أو عندها إصابات عالية. وعشان هيك لازم نقاوم الفيروس ليس فقط داخل الدولة، لازم نقاوم الفيروس مراقبة كل الحدود، وهي نقطة حساسة ومهمة، بالإضافة أن يكون هناك جهد جماعي دولي سواء بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية أو أي من الوكالات الدولية لمراقبة هذا الوباء للحد من سيطرة وتفشي هذا الوباء في العالم. الدكتور فؤاد عودة، رئيس نقابة الأطباء في إيطاليا ورئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة.